انت شنو؟ شريفة والله. شريفة؟ ايه والله. والله مبين عليك. اغتصبت على قارعة الطريق بعد ان تم رميها من قبل عمها. في شقة نايم. لا مكان ولا جنسية ولا شقة ولا بيت. ايه نايم بالشارع. كم واحد اجى عليك؟ اي ولد. واحد لو شقد؟ واحد ولد. واحد؟ ايه. لاحظ دول هاي السودة ماكو هاي ولد. يعني ما تعرفيه؟ ما عرفه. اغتصبك بالشارع يعني بالحديقة هاي؟ ايه. لا واحد هالقيه. لي قدام الحديقة؟ ايه والله. انت سويتي قاومتي سويتي؟ يعني ايه لاحظ بمكة ثاني. ايه. قلت هاي ولد ايه فيني ايشي في القايشات ايشي والله. بالقايشات وضرب وهاي التفاصيل. ايه. سكران والله. سكران. ايه اي ولد التويلات يجي ماكو اي ولد. نزل. ايه راحت. تقول انها لا تزال عذراء رغم الاعتداءات التي تعرضت لها الشابة وردة. زين سؤال، انت بنية عذراء لو فقدتي بكارتك يعني بعد هذا الاغتصاب؟ لا منيت اني بس اي ولد بقايشات. انت بنية هسه؟ ايه منيت. شو تطلبين؟ بس ملابس بيت هذا. ملابس بيت ريكي. ايه وبعد ايه بيت بعد بالشارع اني مريت شتري بنية بالشارع صعب. ايه والله واني شريفة والله. شريفة انت. وانت امي ابوي والله شريفة انت والله. مبين عليك. بيت بالشارع اني مريت واحد سكرانات شتري والله. ايه بالشارع طبعا معرضة لكل شيء. ايه والله. سكارة وناس ايه تاخذ مخدرات كل شيء. ايه والله. بيت ملابس اكيد. بيت وملابس. ايه والله. بس بيت ملابس تريدين؟ ايه. الأجهزة الأمنية هنا تمدها بالمؤونة يوميا وتوفير الحماية لها بعد الحادث. عندي مكان نايم في حال نايم، لا ما عندي فلاش، ما عندي بطانية، ما عندي فعل نايم. بطانية ماكو، مكان ماكو، ايه. مي ماكو. لا والله ما عندي مزاج تاكل عشاء. أكل ماكو؟ لا. زين سؤال، وين تسبحين؟ وين ما تسبح؟ ما عندي ملابس تسبح. ما عندك ملابس؟ لا والله والله. الله يساعدك. شكرا الحياة. شنو تقولين لعمك اللي طردك؟ عمي ما يريدي. ما يريدك؟ لا. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.